السؤال رقم 2، عينة تحتوي على خليط من ملحي كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl مع فوسفات الصوديوم اللي هو Na3BO4، كتلتها 10 جرام، يبقى ما ينفعش اشتغل بالكتلة دي لأن دي كتلة مادتين في بعض مش كتلة مادة واحدة. أذيبت في الماء وأضيف إليها وفرة من محلول كلوريد البريوم اللي هو BaCl2. كلوريد البريوم هيتفاعل مع كلوريد صوديوم ولا فوسفات صوديوم؟ أكيد هيتفاعل مع فوسفات الصوديوم لأنه أصلا بيكشف عن أنيون الفوسفات، غير كده إن الكلوريد مش هينفع يتفاعل مع مين؟ مع كلوريد. يبقى المعادلة هتبقى ما بين فوسفات الصوديوم وكلوريد الإيه؟ البريوم. فكانت كتلة الراسب المتكون اللي هو هيبقى فوسفات البريوم 6 جرام. عايز النسبة المئوية لفوسفات الصوديوم في العينة. طيب بهدوء كده نكتب المعادلة. Na3BO4 هيتفاعل مع كلوريد البريوم اللي هو BaCl2. ده محلول مائي وده محلول مائي. موجب الأول مع سالب الثاني هيدلنا NaCl مع ده محلول مائي طبعا في صوديوم بيدوب مع Ba3BO4/2، ده راسب أبيض بيدوب في الأحماض المخففة. نوزن المعادلة، عندي 3 بريوم أضرب هنا في 3، عندي 2 فوسفات أضرب هنا في 2 عشان يبقوا 2 فوسفات، بقى عندي 6 صوديوم أضرب هنا في 6، ألاقي المعادلة اتوزنت. الكتلة بتاعت الراسب اللي تكون 6 جرام، أجي تحت الراسب وأكتب 6 جرام. عايز النسبة المئوية لفوسفات الصوديوم في العينة. أي نسبة مئوية في الكيمياء لازم نطلع كتلتها الأول عشان أضربها في 100 وأقسمها على الكتلة الكلية. يبقى كده المسألة اتحلت، جرام فوقها جرام وجرام فوقها جرام. الكتلة بالجرام هي عدد المولات اللي هو 2 في الكتلة المولية لفوسفات الصوديوم، هنحسبها ب 164. هنا الكتلة بالجرام هي عدد المولات اللي هو 1 في الكتلة المولية، هنحسبها ب 601. طرفين في وسطين أقدر أطلع كتلة مين؟ فوسفات الصوديوم في العينة. طلعت معايا 3.27 جرام، دي الكتلة بتاعت فوسفات الصوديوم. عايز بقى أطلع النسبة بتاعت فوسفات الصوديوم في العينة، يبقى النسبة المئوية لفوسفات الصوديوم تساوي الكتلة بتاعتها اللي هي 3.27 أضربها في 100 وأقسمها على الكتلة بتاعت العينة بالكامل اللي هي 10 جرام، تساوي طلعت معايا 32.7%. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. لديك أزواج الأملاح التالية: نيتريت صوديوم وكربونات صوديوم، كبريتيت صوديوم وكبريتات صوديوم، كبريتات صوديوم وفوسفات بوتاسيوم، يوديد بوتاسيوم وكبريتات نحاس 2. أي من أزواج السابقة يمكن استخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف للتمييز بين كل منهما على حدة؟ يعني من الأزواج اللي ينفع يفرق ما بينها حمض الهيدروكلوريك الإيه؟ المخفف. تعالوا نشوف. حمض الهيدروكلوريك المخفف ده كشف المجموعة الأولى، النيتريت مجموعة أولى والكربونات مجموعة أولى، يبقى هيتفاعل مع الاتنين بس هيدي هنا نتيجة وهنا نتيجة تانية. هنا هيطلع غاز NO عديم اللون اللي هيتأكسد عند فوات الأنبوبة ويتحول إلى NO2 اللي لونه بني محمر. مع الكربونات هيحصل فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون اللي يعكر ماء الجير. يبقى قدر يميز بينهم ولا لأ؟ ما احنا قلنا التمييز حاجة من الاتنين، يتفاعل مع واحد وما يتفاعلش مع التاني، أو يتفاعل مع الاتنين بس يدي نتيجتين مختلفتين، يبقى رقم واحد دي تنفع. يبقى أنا هكنسل الإجابة جيم ودال لأن أنا معايا واحد في الاختيارات. كبريتيت الصوديوم وكبريتات الصوديوم، كبريتيت مجموعة أولى، كبريتات مجموعة تالتة. حمض الهيدروكلوريك المخفف كشف المجموعة الأولى، هيتفاعل مع الكبريتيت ويدلنا غاز SO2 نفاذ الرائحة، يحول ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر، لأن الكروم موجب 6 بيتحول إلى كروم موجب 3 أخضر اللون، يبقى هيدي نتيجة هنا. مع الكبريتات مش هيتفاعل لأن دي مجموعة تالتة وده كشف المجموعة الكم؟ الأولى. يبقى قدر يميز ولا لأ؟ قدر يميز، اتفاعل مع ده وما اتفاعلش مع ده. يبقى رقم 2 معايا كمان، يبقى الإجابة أكيد باء 1 و2. طب تعالوا نتأكد إن 3 و4 ما ينفعوش. كبريتات مجموعة تالتة والفوسفات مجموعة تالتة، حمض الهيدروكلوريك لا هيتفاعل لا هنا ولا هنا، فمش هعرف أميز. اليوديد مجموعة كام؟ تانية، والكبريتات مجموعة تالتة، يبقى لا هيتفاعل لا هنا ولا هنا، يبقى مش هعرف أميز.
يبقى مش هينفع اختار لا 3 ولا ايه ولا 4، هي الاجابة الازواج واحد وكام واتنين. السؤال رقم 4، لديك المركبات الاتية: كلوريد الالومنيوم اللي هو AlCl3، وكلوريد الحديد 3 FeCl3، وكلوريد الحديد 2 FeCl2، وكلوريد الهيدروجين اللي هو HCl اللي هو الغاز. أي المركبات السابقة يمكنها التمييز بين محلولي هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الأمونيوم؟ يعني الأربع مواد اللي جايبهم لي فوق دول، مين فيهم يعرف يميز ما بين هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد أمونيوم؟ تعالوا نجرب. كلوريد الألمونيوم يعرف يميز بينهم ولا لأ؟ إحنا لو حطينا كلوريد الألمونيوم على الاتنين هيطلع لي هنا ALOH الكل 3 ده راسب أبيض جيلاتيني، وهنا يدي ALOH الكل 3 راسب أبيض جيلاتيني، بس الراسب الأبيض الجيلاتيني هنا ما يدوبش في الزيادة من الـ NH4OH، يعني يفضل زي ما هو. أما الراسب الأبيض الجيلاتيني بتاع الـ ALOH الكل 3 يقدر يدوب في الزيادة من الـ NOH، يبقى عارف يميز ما بينهم. هنا يتكون راسب ابيض ما بيدوبش في الزياده، وهنا راسب ابيض يدوب في مين؟ في الزياده. يبقى واحد ده ينفع. يبقى الاجابه يا الف يا باء يا دال. انا معايا رقم واحد، مركب كلوريد الالومنيوم يعرف يميز ما بين الاثنين دول. طيب كلوريد الحديد 3 FeCl3 هيدي هنا FeOH الكل 3 راسب بني محمر، وهيدي هنا FeOH الكل 3 راسب بني محمر، والراسب ده ما بيدوبش لا في الزياده هنا ولا في الزياده هنا، ده قاعده يتفاعل ازاي مع قاعده اساسا. يبقى مش هعرف استخدم ايه؟ رقم 2. يبقى انا هلغي كمان الاجابه الف وباء لانه حاطط لي رقم 2، يبقى كده الاجابه ايه؟ د، اللي هي 1 و4، المركب 1 والمركب 4. طيب برضو تعالوا نكمل. كلوريد الحديد 2، لو انا حطيت عليهم كلوريد الحديد 2 هيطلع لي هنا FeOH الكل 2 راسب ابيض مخضر، وهنا FeOH الكل 2 راسب ابيض مخضر، ودي ما بتدوبش لا في NH4OH ولا في NaOH، دي القواعد اصلا هتفاعلوا ازاي مع قاعده، يبقى مش هعرف استخدمه. يبقى مش هعرف استخدم لا رقم 2 ولا رقم 3. طيب HCl موجود في الاجابه اللي احنا اخترناها، طيب هو يعرف يميز؟ اه يعرف يميز. ازاي؟ ال HCl اللي هنا غاز مع ساق مبللة بمحلول النشادر اللي هو NH4OH هيدلنا هنا سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم اللي هي NH4Cl. أما الـ HCl لو داب في الـ NaOH كمحلول هيدلنا NaCl وH2O عادي، دي محاليل عديمة اللون أساسا، فمش هيدي نتيجة مميزة للعين هنا، لكن هنا هيدي نتيجة مميزة هعرف أشوفها اللي هي السحب البيضاء. يبقى فعلا اقدر استخدم رقم 4 اللي هو غاز كلوريد الايه؟ الهيدروجين. السؤال رقم 5، اضيف 20 ملي من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 1/10 مولر، يبقى جايب لي ال NaOH وجايب لي تركيزه وحجمه، ادي التركيز وادي الحجم. قال لي فعلته مع حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4 وجايب لي تركيزه وحجمه، وبقول لي الخلطه دي حمضي ولا قاعدي ولا متعادل؟ وهتعمل ايه في لون الدليل؟ كنا بنحل المساله دي ان احنا بنكتب معادله موزونه ونشوف الار بتاعه الحمض لوحدها والار بتاعه القاعده ونشوف مين الاكتر. نكتب المعادله، يلا H2SO4 هيتفاعل مع 2NaOH. لو تلاحظوا انا بكتب المعادلات على طول موزونه لان احنا اتدربنا عليها كتير جدا، هيدلنا Na2SO4 مع 2H2O. كنت بحسب الار بتاعه الحمض لوحدها، الار بتاعه حمض الكبريتيك والار بتاعه القاعده لوحدها، واشوف مين فيهم الاكتر. هو ده الماده الزائده، يبقى هو ده نوع المحلول. ار يعني ايه؟ عدد المولات في المساله بتاعه حمض الكبريتيك على عدد المولات في المعادله، وهنا عدد المولات في المساله على عدد المولات في المعادله، وكنا بنغير البسط على حسب معطيات المساله. جايب لي هنا تركيز وحجم وهنا تركيز وحجم، يبقى اشتغل بايه؟ ب ام في، يبقى ام اي في اي على ان اي، وهنا اشتغل ام بي في بي على ان بي، وابدا اعوض. تركيز الحمض ب 2/10، حجم الحمض 10 اضربها في 10 اس سالب 3 واقسمها على وزنه في المعادله اللي هو 1، القاعده تركيزها 1/10،
وحجمها 20 ملي، يبقى هضربها في 10 أس سالب كام؟ 3، وأقسمها على الوزن اللي هو كام؟ 2. هيطلع معايا هنا 2 من 1000 وهنا 1 من 1000. هلاحظ إن الآر بتاعت الحمض أكتر من الآر بتاعت القاعدة، وطالما دي أكتر يبقى دي مادة زائدة، يبقى هي دي المسيطرة على المحلول، يبقى المحلول بقى إيه؟ حامضي. يبقى الإجابة هتكون يا باء يا جيم، هو حامضي. طيب الحامضي مع الفينول فيثالين بيدي أحمر؟ لا، مع الفينول فيثالين بيدي عديم اللون، يبقى دي كمان غلط. حامضي يحول لون الميثايل البرتقالي إلى الأحمر؟ آه صح. طيب لو أنت نسيتها، هي معاك في كراسة المفاهيم، هتلاقي ألوان الأدلة عندك أهو. الميثايل البرتقالي في الوسط الحامضي إيه؟ أحمر، والفينول فيثالين بيبقى عديم الإيه؟ اللون. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 6، A و B محلولان لأملاح البوتاسيوم، أضيف إلى كل منهما محلول نترات الفضة. إحنا كنا قلنا إن نترات الفضة بيكشف عندنا في المنهج على 6 أنيونات، فتكون راسب أصفر في كل منهما، خلاص انتهت. راسب أصفر يبقى يوديد وفوسفات، يبقى أكيد الملحين دول يوديد وإيه؟ وفوسفات. يبقى أول حاجة كده إلغي الإجابة جيم ودال، هما يوديد وفوسفات. طيب وعند إضافة حمض النيتريك المخفف إلى الراسبين وجد أن الراسب الناتج في المحلول إيه؟ يذوب في الحمض، يعني الراسب اللي جاي من الإيه؟ بيذوب في حمض النيتريك المخفف، والراسب بي ما بيذوبش في مين؟ في الحمض. اللي كان بيذوب كان الفوسفات، واللي ما بيذوبش مين؟ اليوديد. يبقى فوسفات الفضة كانت بتذوب في محلول النشادر المركز وحمض النيتريك، أما يوديد الفضة ما كانتش بتدوب في محلول النشادر المركز ولا حمض الايه؟ النيتريك. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. وزي ما انتم شايفين المخطط بتاع نترات الفضة قلنا عليه مهم جدا، أو بيكشف عن 6 أنيونات. أول ما يقول لك راسب أصفر يبقى يوديد وفوسفات، أو AGI وAG3PO4. هتلاقيني كاتب لك تحت الـ AG3PO4 راسب أصفر بيدوب في محلول النشادر المركز وإيه؟ وحمض النيتريك. اما ده ما بيدوبش في محلول النشادر المركز وحمض الايه؟ النيتريك. يبقى اللي بيدوب فوسفات واللي ما بيدوبش ايه؟ يوديد. السؤال رقم 7، اضيفت كميه من حمض ال HCl المخفف الى ملح صلب. ملح صلب يبقى دي تجربه اساسيه لانيونات، وال HCl مخفف كشف المجموعه الاولى. الملح ده صيغته A2X فتصاعد غاز. طيب ما كلهم بيتصاعد غاز في المجموعه الاولى. الغاز ده بيسود او بيكون راسب اسود، ورقة مبللة بمحلول Y2B. من الغاز اللي كان بيسود الورقة؟ كان غاز H2S، والغاز ده كان بيسود ورقة مبللة بأستات الرصاص 2 اللي هي CH3COO باي 2BB. يبقى الواي هو الأستات، والبي هو مين؟ البي بي. والملح ده هيبقى Na2S لان ده ملح كبريتيد، يبقى الـ ANA، والاس ده هو الاكس. هو بيسالني على مين بقى؟ على الاي ولا الاكس ولا الواي ولا البي؟ هو بيسال على الواي اللي هو المحلول اللي كان على الورقه، اللي هو محلول اسيتات الرصاص 2. يبقى الواي هو مين؟ الاسيتات. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. السؤال رقم 8، اذا علمت ان برمنجانات البوتاسيوم عامل مؤكسد قوي، احنا عارفين اصلا المعلومه دي، فإن لون محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بيختفي، اللون البنفسجي للبرمنجانات بيختفي إمتى؟ لما يتفاعل مع حاجة ينفع تتأكسد. طيب تعال نشوف مين اللي ينفع يتأكسد. هل النترات بتتأكسد؟ لا. هل الحديد الثلاثي بيتأكسد؟ لا. يبقى الاتنين دول أصلا غلط. ده حديد إيه؟ ثنائي يتأكسد؟ آه ينفع. طيب النيترات بتتأكسد؟ لا ما بتتأكسدش، النيتريت هو اللي بتأكسد إلى نيترات. وقلنا قبل كده وشرحتها بالتفصيل إن الـ N هنا ما بيتأكسدش لأنه موجب 5، ودي أعلى حالة تأكسد للنيتروجين، ما ينفعش تطلع عن كده. طيب ده حديد ثلاثي يتأكسد؟ لا. طب ده نيتريت يتأكسد؟ آه يتأكسد إلى نيترات، بس مش هينفع اخترق، في جزء غلط. أما ده حديد ثنائي ينفع يتأكسد، ونيتريت ينفع يتأكسد، يبقى الاتنين دول يقدروا يتفاعلوا مع برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك ويزول اللون البنفسجي لمين؟ للبرمنجانات. يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال رقم 9، إذا كان لديك مخلوط من BASO4 و B3 BO4 by 2
لو تفتكر ان دول كان راسب ابيض وده راسب ابيض في المجموعة التالتة كبريتات وفوسفات، كنا بنميز ما بينهم ازاي؟ كان الراسب الابيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في الاحماض المخففة اللي هو HCl مخفف، اما فوسفات الباريوم بيدوب في الاحماض الايه؟ المخففة. هو بيقول لي ان انا عايز افصلهم عن بعض، هل احط عليهم مية وارشح؟ لا طبعا، ما انا لو حطيت عليهم ميه مش هيدوبوا الاثنين، لان دول الاثنين رواسب اساسا. طيب بيقول لي يمكن فصل كل منهما عن الاخر باضافه HCl مخفف والترشيح. لو حطيت حمض الهيدروكلوريك المخفف هيدوب فوسفات الباريوم ويسيب لي كبريتات الايه؟ الباريوم. بقى عندي دلوقتي محلول وراسب، اقدر افصل ما بينهم عن طريق الايه؟ الترشيح. يبقى الاجابه الصحيحه هي باء. بيقول لي البي اي اس او 4 لا يذوب في الماء، صح ده راسب بس بيدوب في ال HCl. لا انا قلت ما بيدوبش في ال HCl. ال B3BO4x2 بيدوب في الميه وبيدوب في الحمض، هو بيدوب في الحمض بس ما بيدوبش في الميه، ده راسب اساسا، يبقى ده ايه؟ غلط. السؤال رقم 10، عند اضافة محلول نترات الفضة إلى محلولي الملحين A و B اتكون راسب في حالة الإكس مع محلول الملح A. الراسب ده بيدوب بسرعة في محلول النشادر المركز، وتكون راسب Y في حالة البي بيدوب ببطء في محلول النشادر الايه؟ المركز. طبعا ده سؤال مباشر جدا، الراسب اللي كان بيدوب بسرعه في محلول النشادر المركز هو الاي جي سي ال، واللي بيدوب ببطء هو الاي جي بي ار. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ الف، في الكشف عن انيوني الكلوريد والبروميد. وقلنا قبل كده في مخطط نترات الفضه بتكشف في المجموعه الثانيه عن كلوريد بروميد يوديد، هنا اي جي سي ال، اي جي بي ار، اي جي اي، راسب ابيض، ابيض مصفر اصفر، ده بيدوب بسرعة في محلول النشادر المركز، وده بيدوب ببطء، وده ايه؟ لا يذوب. السؤال رقم 11، تمت معايرة 20 ملي من محلول NaOH تركيزه 1/10 مولر، يبقى دي قاعدة جايب لي تركيزها اللي هو MB وجايب لي حجمها اللي هو ايه؟ VB، مع محلول حمض الهيدروكلوريك وجايب لي تركيزه يبقى جايب لي MA، يبقى المجهول VA. فإذا تم استبدال حمض الهيدروكلوريك بحمض الكبريتيك اللي تركيزه 1/10 مولر، هيبقى حمض الكبريتيك المستخدم نفس حمض الهيدروكلوريك ولا ضعفه ولا نصفه ولا ضعف ايه؟ القلوي. طب تعالوا نشوف، احلها مسألتين. مسألة الأول HCl، تعال نفهم المسألة أصلا، هو أنا عندي HCl اتفاعل مع NaOH، حجم الحمض مجهول هتحسبه، هتغير الحمض ده بحمض الكبريتيك وتحسب الحجم برضه، وتشوف حمض الكبريتيك قد ايه من حمض الايه؟ الهيدروكلوريك. يلا هيدلنا NaCl مع H2O، هنا تركيز وحجم وهنا تركيز وحجم، يبقى MaVa على Na يساوي MbVb على Nb، تركيز الحمض 1/10، حجم الحمض مجهول، وزنه بواحد، القاعده تركيزها 1/10 وحجمها 20، تمام، ووزنها واحد، نقدر نحسب الـ VA طرفين في وسطين، 1/10 في 20 على 1/10، يبقى حجم الحمض هنا هيطلع 20 ملي، تمام. تعالوا بقى نعمل نفس التفاعل، قال لي أنا بدلت حمض الهيدروكلوريك بحمض الكبريتيك أو H2SO4، ساعتها الوزن هيتغير، هيتفاعل مع NaOH بس 2 منه، ويبدلنا Na2SO4 مع 2H2O. أنا هنا معايا تركيز وحجم وهنا معايا تركيز، أطلع الحجم، يبقى MaVa على Na يساوي MbVb على Nb، تركيز الحمض ب1/10، حجم الحمض معرفوش، وزنه بواحد، يساوي تركيز القاعدة ب1/10، حجمها 20 ملي ووزنها كام؟ 2 مش واحد بقى، وزن القاعدة هنا 2، أطلع حجم حمض الكبريتيك هيطلع معايا 10 ملي. هو بقى بيسألني على حجم حمض الكبريتيك اللي أنا هستخدمه قد إيه من حجم حمض الهيدروكلوريك؟ نصه أهو، ال 10 نص الإيه؟ ال 20، يبقى نصف حجم مين؟ ال HCl. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 12، أذيبت عينة كتلتها 4 جرام من كلوريد الصوديوم غير النقي، يبقى الكتلة ده هنعتبرها مجهولة، كلوريد الصوديوم NaCl، وأضيف إليها وفرة من محلول نترات الفضة اللي هو AgNO3، وده محلول، موجب الأول مع سالب الثاني هيدلنا AgCl راسب أبيض،
مع NaNO3 ده محلول. قال لي فترسبه 53 جرام من كلوريد الفضة. ماشي، يبقى كتلة الرسب ده كام؟ 3.52 جرام. طالب مني ايه بقى؟ طالب مني النسبة المئوية الكتلية لأيون الكلوريد في العينة. عايز النسبة المئوية للكلوريد اللي في العينة، العينة اللي هي الـ NaCl. طب ما أنا عارف إن الكلوريد اللي في العينة هو نفس الكلوريد اللي في الرسب، يبقى أقدر أعمل علاقة ما بين الرسب والكلوريد اللي جواه، يعني كتلة الكلوريد اللي في العينة هي نفسها كتلة الكلوريد اللي في الرسب. وأنا عشان أطلع النسبة المئوية لأي حاجة في الكيمياء لازم أجيب كتلتها، تمام؟ عشان أضربها في 100 وأقسمها على الكتلة الكلية. يبقى أنا هعمل علاقة ما بين الـ AgCl مع الـ Cl اللي جواه. الراسب هو قال لي إن الكتلة بتاعته 3.52 جرام. أقول له العينة دي فيها قد إيه كلوريد؟ جرام فوقها جرام وجرام فوقها جرام. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية، أحسبها ب 143.5. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية ب 35.5. طرفين في وسطين أقدر أطلع الكتلة بتاعت الكلوريد. طلعت معايا 87 جرام. أقدر أطلع النسبة المئوية ليها ولا لأ؟ النسبة المئوية للكلوريد في العينة هي كتلة الكلوريد اللي هي 87%، أضربها في 100 وأقسمها على كتلة العينة بالكامل اللي هي كانت كام؟ 4، تساوي تطلع معايا 21.77. يبقى 21.77%. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال رقم 13، أي مما يلي يستخدم للتمييز بين الملح الصلب؟ يبقى دي تجربة أساسية. لكبريتيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم. كبريتيد مجموعة أولى اللي هو S سالب 2، وكبريتات دي مجموعة إيه؟ تالتة اللي هي SO4 سالب 2. يبقى استخدم كاشف المجموعة الكام؟ الأولى. هيتفاعل مع الأولى وما يتفاعلش مع مين؟ مع التالتة. مين كاشف المجموعة الأولى؟ حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 14، عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلولي الملحين A و B اتكون راسب مع الـ A وما تكونش راسب مع الـ B، فيكون الأنيونين على الترتيب هما، يلا نترات الفضة اللي هي AgNO3، الراسب هيبقى بين الـ Ag والأنيون السالب ده. الـ Ag مع الكبريتيد اللي هو الـ S يدي راسب ولا لأ؟ يدي راسب. Ag2S ده راسب أسود. طيب الـ Ag مع الـ NO2، Ag مع NO2 اللي هو نيتريت. بالنسبة للمنهج بتاعك أنت ما درستهاش، يعني أنت ما أخدتش أصلاً نيتريت الفضة ده هل بيدوب ولا ما بيدوبش؟ هو للأسف هو راسب، تمام؟ وللأسف برضو هم اختاروها ألف، هي الإجابة دي غلط، تمام؟ يعني هو نيتريت الفضة ده هو مش في المنهج، فالمفروض ما يجيش اساسا، بس انت ممكن تجاوبها يعني عن طريق المنهج ان انت عارف ان ده راسب فده لا، بس هو في الحقيقه ده راسب اي جي ان او 2، فانا ما ينفعش اختار الاجابه دي لان ديت الاثنين راسب، تمام؟ هو بيقول لي راسب مع الاي وما يكونش راسب مع مين؟ مع البي. نفس الطريقه هنا بس عاكس الاجابات، اي جي ان او 2 ده راسب وده راسب، يبقى مش هينفع اختار دي. البيكربونات بتاعه الفضه اكيد بتدوب لان انا عارف ان كل البيكربونات بتدوب، تمام؟ يبقى ما ينفعش، وبقول لي مع ايه لازم يكون ايه راسب وهنا ما يكونش ايه راسب، يبقى اكيد الاجابه ايه د، بس برضو دي خارج نطاق المنهج، تمام؟ يبقى اي جي ان او 2 المفروض ان دي راسب، وبي كربونات الفضه دي مش ايه مش راسب، انت عارف ان دي مش راسب لان انت عارف ان كل املاح البي كربونات بتدوب في الايه في الميه، فالمفروض الاجابه الادق هي الاجابه د مش الف. السؤال رقم 15، عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى ملحين، أول حاجة تيجي في دماغنا أنيونات المجموعة التانية لأن حمض الكبريتيك المركز كشف المجموعة الكم التانية أنيونات. تصاعد مع أحدهما الغاز إكس، الغاز ده يصفر ورقة مبللة بمحلول النشا، ده أبخرة البروم اللي هي Br2، تمام؟ ومع الآخر تصاعد غاز يزرق ورقة مبللة بمحلول النشا اللي هي الإيه؟ الI2. يبقى الإجابة الصحيحة هي د، محدش يختار الإجابة ج ولا باء، باء دي بالذات لأ،
ال HBR وال HI دول لسه هيتأكسدهم بواسطة حمض الكبريتيك المركز وهيتحولهم إلى BR2 وI2 اللي هما بيصفر الورقة ويزرق الإيه؟ الورقة بتاعت محلول النشا. بس إحنا هنعدل السؤال ده بس، وكاتب هنا I2 صلب، هي هنا I2V بخار، تمام؟ دي يعني خطأ مطبعي بس كانت موجودة في الامتحان في عادي، تمام؟ يلا يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال رقم 16، عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلولي الملحين إكس وواي تكون راسب أصفر. خلاص يبقى هو يوديد وفوسفات، لأن الاتنين دول بيطلعوا راسب أصفر مع مين؟ مع نترات الفضة. وعند إضافة محلول النشادر المركز إلى الرواسب الناتجة اختفى الراسب في المحلول واي، في حالة المحلول واي، تمام؟ معناها ان الواي ده فوسفات، انا قلت الفوسفات الفضه هي اللي بتدوب في محلول النشادر المركز، وظل الراسب كما هو في حاله الايه؟ الاكس، يبقى ده اكيد يوديد. يبقى اكيد الواي فوسفات والاكس ايه؟ يوديد. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ الف، هو بيسالنا على الملح مش الراسب. يبقى الملح ان اي اي وهنا ان 3 بي او 4 لانه بيسال على محلولي الايه؟ الملحين. السؤال رقم 17، عند معايرة محلول NaOH مع محلول حمض الكبريتيك المخفف وكان للمحلولين نفس التركيز، فإنه عند الوصول إلى نقطة التعادل يكون حجم الحمض المستخدم نقط مساوي لحجم القلوي ولا ضعف حجم القلوي ولا نصف حجم القلوي ولا أربعة أضعاف حجم القلوي. اكتب المعادلة ما بين حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4 مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، هيدلنا Na2SO4 مع 2H2O. هو بيكلمني هنا على حجوم وجايب لي تراكيز، يبقى بالعقل كده استخدم قانون MaVa على Na يساوي MbVb على Nb. هو بيقول لي إذا علمت أن للمحلولين نفس التركيز يبقى إلغي التركيز لأنه بيقول لي نفس الرقم، وعوض بالباقي بقى الVa على وزن الحمض كم؟ 1 يساوي VB على وزن القاعدة كم؟ 2. هو طالب مني هنا حجم الحمض اللي هو رمزه ايه؟ VA. طب ما هو ال VA يساوي ايه؟ يساوي VB على 2، يعني يساوي نص ال VB، يعني حجم الحمض نصف حجم القلوي. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال رقم 18، تم إذابة 3.4 جرام من كلوريد البوتاسيوم غير النقي في الماء، يعني KCl غير النقي يبقى ما ينفعش اشتغل بالكتلة دي، وأضيف إليها وفرة من محلول نترات الفضة اللي هو AgNO3، ده محلول مائي وده محلول مائي، هيدلنا AgCl ده راسب أبيض مع KNO3 اللي هو محلول. بيقول لي إذا علمت أن كتلة الراسب 6.7 جرام، الراسب اللي هو كلوريد الفضة بستة وسبعة من عشرة ايه؟ جرام. طالب مني نسبة الكلور في العينة، لسه حللها حالا نسبة الكلور في العينة، يبقى لازم اطلع كتلة الكلوريد. كتلة الكلوريد اللي في العينة هي نفسها كتلة الكلوريد اللي في الراسب، يبقى اعمل علاقة ما بين الراسب اللي هو AgCl مع الكلوريد اللي جواه. الراسب كتلته 6.7 جرام، يبقى الكلوريد اللي جواه كام جرام؟ جرام فوقها جرام وجرام فوقها جرام، والكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية، نحسبها ب 143.5. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية اللي هي 35.5. طرفين في وسطين أطلع كتلة الكلوريد في العينة اللي هو 1.657 جرام، أضربها في 100 وأقسمها على كتلة العينة بالكامل اللي هي 3.4 جرام، يبقى أطلع النسبة المئوية للكلوريد في العينة تساوي كتلة الكلوريد 1.657 أضربها في 100 وأقسمها على العينة بالكامل اللي هي 3.4 طلعت معايا 48.7%، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 19، يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في الكشف عن كل من، وجايب لي كاتيونات وأنيونات. انت عارف ان ال HCl مخفف ده كاشف المجموعة الاولى انيونات، وكاشف المجموعة الاولى كاتيونات برضو. طيب تعالوا نشوف كاتيون في المجموعة الاولى وانيون في المجموعة الايه؟ الاولى. الزئبق الاحادي ده في المجموعة الاولى، النيتريت NO2 سالب 1 ده في المجموعة الاولى برضو،
يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ألف. أما ده مجموعة أولى وده مجموعة تالتة، مش هينفع أختارها، ده أولى وده تانية، ده أولى وده إيه؟ تالتة. السؤال رقم 20، أثناء تجربة للكشف عن كاتيونات أحد الأملاح تم إضافة قليل من الـ NaOH، مين اللي بيترسب على هيئة OH؟ المجموعة التالتة ككاتيونات اللي هي حديد ثنائي وحديد ثلاثي وألمونيوم، فتكون راسب، أكيد هيكون راسب سواء كان حديد ثنائي أو ثلاثي أو ألمونيوم، وبإضافة المزيد من الـ NaOH تكون، معناه إن لما حط NaOH كتير الراسب اتفاعل تاني يبقى هو ألمونيوم. طيب يبقى الإجابة يا ألف يا دال. طيب لو كان طلب رمز الراسب كنت قلت دال، لا ده هو قال لي اتكون راسب والراسب اتفاعل مع NaOH، يبقى الـ ALOH الكل تلاتة لما يتفاعل مع الزيادة من الـ NaOH بيدوب، لأنه بيكون ميتا ألومينات الصوديوم اللي بتدوب في المية. هو بقى طالب المحلول اللي اتكون في النهاية اللي هو مين؟ ميتا ألومينات الإيه؟ الصوديوم. يبقى لو كان قال لي كاتيون ضفت له NaOH اتكون راسب كنت ممكن اختار الراسب اللي هو ALOH لكل ثلاثة، لكن هو قال للراسب ضفت عليه المزيد من الـ NaOH يبقى الراسب هيتفاعل تاني ويكون ميتا ألومينات الإيه؟ الصوديوم. السؤال 21، عند إضافة محلول كبريتات النحاس 2 مع غاز إيه في وسط حامضي، كبريتات النحاس 2 النحاس الثنائي من كاتيونات المجموعة الثانية، كان الكاشف بتاعه الغاز H2S اللي هو الغاز إيه ده في وسط حامضي، فتكون راسب أسود فعلا اللي هو CUS، ما هو CU هتمسك في مين؟ في الأس وتكون CUS، تمام. وعند تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول B تكون راسب أسود أيضا، الفضة بتكون مع مين راسب أسود؟ مع الأس برضه، بس ده هو محلول هيبقى محلول إيه؟ Na2S، لأن الـ Ag2S هو راسب إيه؟ أسود اللي هو ده Ag2S. هو طالب مني مين الغاز إيه ومين المحلول بي؟ الغاز إيه هو H2S، يبقى الإجابة هتكون يا باء يا جيم. طيب نترات الفضة مع الـ NaI هل تكون راسب أسود؟ لا، ده يكون AgI ده راسب أصفر، أما مع الـ Na2S تكون Ag2S ده راسب إيه؟ أسود، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 22، قام أحد الطلاب بإضافة كاشف محلول هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو NH4OH اللي هو كاشف المجموعة الثالثة كاتيونات، ضفته إلى محلول ملح حديد 2، فعلا الحديد 2 من كاتيونات المجموعة الثالثة. الحديد الثنائي مع الـ OH المفروض بيدي FeOH لكل 2 ده راسب أبيض إيه؟ مخضر. بيقول لي اتكون راسب لونه مختلف عن اللون المتوقع. ليه؟ هو المفروض يطلع أبيض مخضر. قال لي لأن الكشف المستخدم غلط؟ لا، الكشف المستخدم صح، ده حديد ثنائي هكشف عنه بإيه يعني؟ ده مجموعة تالتة هيدروكسيداتها شحيحة الذوبان في الماء والكشف بتاعها فعلا NH4OH. هل لأن الكشف قاعدة قوية؟ لا، الكشف قاعدة ضعيفة، وبعدين دي ملهاش علاقة، هتحط NH4OH أو NaOH هيطلع لك في الآخر هو راسب أبيض مخضر. هل التفاعل يحتاج إلى تسخين؟ لا، في الكاتيونات كنا بنضيف محلول مائي مع محلول مائي بيطلع محلول مائي وراسب عادي بدون تسخين، يبقى اكيد الاجابه دال، الملح مخلوط باملاح اخرى، يعني يقصد ان في كاتيونات تانية غير الحديد الثنائي، يعني هو موجود بس في كاتيونات تانية معاه بتترسب على هيئه هيدروكسيد، ده راسب له لون وده راسب له لون، فطلع لون مختلف عن اللون الايه اللي احنا متوقعينه، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال 23، عند إضافة صبغة عباد الشمس الزرقاء تمام إلى محلول نيترات البوتاسيوم، نيترات البوتاسيوم اللي هو KNO3، فإن لون الدليل يكون إيه؟ لازم تعرف نيترات البوتاسيوم ده حمضي ولا قاعدي ولا متعادل عشان تعرف هي تعمل إيه في الورقة. الـ KNO3 شوف القاعدة اللي جاية منها والحمض اللي جاي منها، ما هو ده ملح، الكده حط له او اتش سالب، ما هو ده موجب، حط له سالب او اتش، والان او 3 سالب حط لها موجب ايه؟ اتش، ده حمض النيتريك، ده حمض قوي، 3 ناقص 2 1، كنت قلت لكم اطرح الاكسجين ناقص الهيدروجين، لو طلع 2 او 3 يبقى قوي، 0 او 1 يبقى ضعيف، ده حمض قوي ودي قاعده قويه.
يبقى الملح ده ملح ايه؟ متعادل. جميل. الملح المتعادل بقى يعمل ايه في صبغة عباد الشمس الزرقاء؟ طيب لو كان طلع حمضي كان يحمر الورقة، لو كان قاعدي يبقى يزرق ورقة عباد الشمس. طب هي زرقاء تفضل زرقاء. طب المتعادل، عايزك تعرف قاعدة ثابتة كده في الكيمياء، المحلول المتعادل ما بيغيرش لون ورقة عباد الشمس. يعني محدش يقول لي عباد الشمس في الوسط المتعادل لونه ارجواني يا مستر فانا هختار ارجواني، لا. يعني بالعقل كده لو ازرق وحطيته على متعادل هيفضل ازرق. طب الورقة لونها احمر وحطيتها على متعادل هتفضل احمر. طب لو ارجواني وحطيتها في متعادل هتفضل ارجواني. يبقى المحلول المتعادل لا يغير لون ورقة عباد الشمس. تمام، هي لونها ايه؟ ازرق، هتفضل ازرق زي ما هي. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. وهحاول أحط لكم لينك فيه الفيديو ده عشان بس حقوق الملكية الفكرية، في فيديو موجود يعني تجربة عملي بيحط الإيه الورقة عباد الشمس في محلول حمضي وقاعدي وإيه ومتعادل. هتلاحظ إن المحلول المتعادل لما حط فيه الورقة اللي لونها أحمر فضلت أحمر، أزرق فضلت إيه؟ أزرق. السؤال 24، بإضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl الى ثلاث املاح صلبه، يبقى احنا بنعمل تجربه اساسيه لمين؟ لانيونات. تصاعد غاز في حاله الاي، وتصاعد غاز وتكون راسب في حاله البي، يبقى كده الثايوكبريتات. ما هو الثايوكبريتات اللي بتطلع اس او 2 مع اس، يعني غاز مع راسب. ولم يحدث تفاعل مع سي، يبقى اكيد سي ده في المجموعه الثانيه يا الثالثه، لان حمض الهيدروكلوريك المخفف مجموعه ايه؟ اولى. طيب تعالوا نشوف، قال لي مع ايه طلع غاز NO2 ده مجموعة كام؟ أولى، هيتفاعل معاه ويطلع غاز NO إلا يتأكسد بعد كده إلى NO2. مع البي كون غاز وراسب اللي هو الثايوكبريتات، فعلا هيطلع SO2 مع S. ومع السي مش هيتفاعل، فعلا الكبريتات مجموعة تالتة، حمض الهيدروكلوريك ما يعرفش يكشف عنها. يبقى الإجابة ظهرت معانا من أول محاولة، يبقى الإجابة إيه؟ ألف. السؤال 25، يستخدم محلول كربونات الأمونيوم اللي هو NH4 باي 2CO3 للتمييز بين كل من الايونات الاتيه ما عدا. قلنا يميز يعني يتفاعل مع واحد وما يتفاعلش مع التاني، او يتفاعل مع الاتنين ويدي نتيجتين مختلفتين. دول كلهم موجب، يبقى هيمسكوا في مين؟ في السالب اللي هو الكربونات. تعالوا نشوف، هنا هيدي كربونات الصوديوم وهنا كربونات الكالسيوم، عارف يميز ولا لا؟ اه يعرف يميز. ده ما بيدوبش في الميه، ده راسب، لكن ده بيدوب، يبقى قدر يميز، يبقى مش هختاره، قول لي كله صح ما عدا. الكي مع السي او 3 هيدي لنا كي 2 سي او 3، وهنا ام جي سي او 3. ده بيدوب في الميه، ده ما بيدوبش، يبقى عرفنا نميز. طب هنا هيدي كي 2 سي او 3 مع اف اي سي او 3، ده ما بيدوبش في الميه، لكن ده بيدوب، ما انا عارف ان كل كربونات الكيمياء رواسب. كاملاح يعني. ما عدا صوديوم بوتاسيوم ايه؟ امونيوم. يبقى اكيد الاجابه جيم. طب تعال نشوف جيم ما ينفعش يميز ليه؟ اصل هنا هيكون كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم، الاثنين دول رواسب ولونهم ابيض كمان، فمش هيعرف يميز ما بين ايه؟ الاثنين. السؤال 26، عند اضافه حمض معدني قوي مركز زي حمض الكبريتيك المركز الى الاملاح الصلبه، يبقى تجربه اساسيه وللمجموعة التانية، لأن ده كشف المجموعة التانية، كل على حدة. تصاعد غاز في حالة الإكس مختلف عن لون الغاز في حالة الواي، فإن الاختيار الذي لا يعبر عن هذه المشاهدات هو مين؟ طيب تعالوا نشوف، حمض الكبريتيك المركز مع بروميد البوتاسيوم هيطلع الأول HBr إلا يتأكسد جزئيا إلى Br2، دي أبخرة برتقالية حمراء تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا، ومع اليوديد هيطلع HI في الأول إلا يتأكسد جزئيا إلى I2، ودي أبخرة بنفسجية كثيفة من اليود تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا. يبقى طلع لي هنا غازين لونهم مختلف عن بعض زي ما هو بيقول، يبقى دي صح، وبيقول لي لا يعبر عن هذه المشاهدات. يلا مع البروميد هيطلع Br2 أبخرة برتقالية حمراء، مع النيترات هيطلع حمض النيتريك بس بالتسخين هيطلع لي NO2 ده لونه بني محمر، دول مختلفين عن بعض. طيب مع الكلوريد هيطلع HCl
ده عديم اللون، ومع الكربونات هيدلنا سي او 2 ده عديم اللون. يبقى هنا ما طلعش غازين مختلفين عن بعض في اللون، يبقى اختار الاجابه دي. اليوديد هيطلع اي 2 ابخره بنفسجيه، النيترات هيطلع بعد التسخين ان او 2 بني محمر، وهنا ايه بنفسجي، يبقى لونين مختلفين. يبقى الاجابه الصحيحه هي مين؟ جيم. وطبعا حمض الكبريتيك يقدر يكشف عن الكربونات، ده هو بيقدر ايه يكشف عن الثانيه، مش هيعرف يكشف عن الاولى، اكيد اثبت منها يعني. السؤال 27، الانيون الذي يكون رواسب مع كل من الكاتيونات الاتيه هو؟ هل الكلوريد الاي جي سي ال راسب ولا لا؟ راسب. بس هل البي اي سي ال 2 راسب؟ لا ده محلول، يبقى ما ينفعش اختار دي، ولا ينفع اختار دي ودي، لان كل البيكربونات بتدوب مش رواسب، وكل النيترات بتدوب مش رواسب، يبقى كده الاجابه ايه؟ دال. فعلا فوسفات الفضه ده راسب اصفر، وفوسفات الباريوم ده راسب ابيض، درسناهم الاثنين في المنهج ان هم ايه؟ رواسب. السؤال 28، عند اضافه 200 مللي ماء مقطر الى نص لتر من محلول NaOH تركيزه 1/10، تركيز المحلول هيصبح كم؟ انا كان معايا تركيز وحجم ورحت ضفت لهم ميه، يبقى انا خففت المحلول، يبقى استخدم قانون التخفيف M1V1 يساوي M2V2. التركيز الاولاني كان 1/10، الحجم الاولاني كان نص لتر يعني 500 مللي. التركيز الثاني بيسالنا عليه، انا ضفت ميه من عندي 200 مللي على الحجم ده، يبقى الحجم النهائي كام؟ 200 مللي ضفتهم ميه على 500 يبقى كام؟ 700. اطلع M2 1/10 في 500 على 700 هيطلع 0.0714 مولر، يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 29، أذيب 2 جرام من كلوريد الباريوم غير النقي، يبقى الكتلة دي مش هينفع أشتغل بيها، يبقى BaCl2 دوبته في مية عملت محلول، قال لي ضفت عليه وفرة من محلول نترات الرصاص 2 BbNO3/2 وده محلول، موجب الأول مع سالب الثاني تبقى BaNO3/2 أكيد ده محلول لأنه في نيترات، مع BbCl2 وطبعا ده راسب لأن إيه؟ البي بي مجموعة أولى وكلوريداتها شحيحة الذوبان في الماء. هو قال لي إن كتلة الراسب اللي طلع 1 جرام، هو اللي بيقول في المسألة، عايز نسبة أنيون الكلوريد في العينة أهو، اللي هي الكلوريد اللي في العينة دي العينة اللي إحنا اشتغلنا عليها. وانا قلت النهارده مرتين او 3 مرات، ده غير فيديوهات مندليف، قلت ايه؟ ان كتله الكلوريد اللي في العينه هي نفسها كتله الكلوريد اللي في مين؟ اللي في الراسب، او ممكن تعمل علاقه ما بين الراسب والعينه على طول اهو، بس مع الاثنين كلوريد اللي فيها، يبقى اعمل علاقه ما بين البي بي سي ال 2 مع 2 سي ال، كتله الراسب اللي هو قال عليها 1 جرام، اشوف فيها قد ايه كلوريد، جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام، الكتلة بالجرام هي عدد المولات اللي هو 2 في الكتلة المولية 35.5، الكتلة بالجرام اللي هي عدد المولات في الكتلة الايه؟ المولية، الكتلة المولية 278، طرفين في وسطين اقدر اطلع كتلة الكلوريد اللي موجودة في الراسب اللي هي موجودة في العينة، طلعت معايا 0.255 جرام، طلعت الكتلة بتاعتها بكل سهولة، أقدر أطلع النسبة بتاعت الكلوريد في العينة تساوي كتلة الكلوريد اللي هي 255 من 1000 هضربها في 100 وأقسمها على كتلة العينة بالكامل اللي هي كام؟ 2، هتطلع معايا 12.77 من 100 إيه؟ في 100، يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ دال. السؤال رقم 30، عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S، لو انا حطيته على كبريتات النحاس 2 فان الراسب يظهر عند اضافه ايه؟ احنا كنا بنكشف عن كاتيونات النحاس 2 اللي هي كاتيونات المجموعه الثانيه على هيئه كبريتيد في وسط حامضي، فكنا بنضيف H2S في وسط حامضي، وسط حامضي اللي هو مين؟ HCl، تمام؟ طبعا هي سبب اضافه HCl مش عليك في المنهج، بس هو عشان يرسب كاتيونات المجموعه الثانيه وما يرسبش كاتيونات المجموعة الرابعة، لأن المجموعة الرابعة برضو بتترسب على هيئة كبريتيد، فلو أنا عندي المحلول فيه أكتر من كاتيون والكاتيونات دي في منها مجموعة تانية ومجموعة رابعة،
لو حطيت ال H2S هيرسب التانية والرابعة. أما لما حمض الوسط قبل ما، خلي بالك المفروض بتحمض الوسط قبل ما تحط ال H2S، تمام؟ يعني أنا المفروض بحط CuSO4، بحط شوية HCl وبعدين أبقى أضيف ال H2S أو Na2S أو أي محلول فيه S اللي هو كبريتيد، تمام؟ هيبدأ الراسب يتكون، بس راسب المجموعة التانية مش راسب المجموعة الكام؟ الرابعة. يبقى الكاشف هنا H2S في وسط إيه؟ حامضي. السؤال 31، أثناء تجربة للكشف عن كاتيون أحد الأملاح، يبقى بنكشف عن كاتيونات، حطيت قليل من الـ NaOH، يبقى كده الكاتيون ده مجموعة تالتة، فتكون راسب، ماشي، يبقى حديد ثنائي، حديد ثلاثي، ألمونيوم. وكمان درسنا في تانية ثانوي إن النحاس ممكن يترسب على أي هيدروكسيد اللي هو CuOH لكل اتنين، وده راسب أزرق. يبقى لحد دلوقتي كل الإجابات تنفع، ألمونيوم، حديد ثنائي، حديد ثلاثي، نحاس. بس قال لي ثم تم إضافة المزيد من الكاشف اللي هو زيادة من الـ NaOH، فالراسب اللي طلع ده اختفى، يبقى كده الراسب ده متردد، يعني بيتفاعل مع الأحماض والقواعد، تمام؟ مين اللي متردد؟ الألمونيوم. كنا درسنا إن كاتيونات الألمونيوم بتكون راسب ALOH لكل ثلاثة، راسب أبيض جيلاتيني بيدوب في الأحماض والقواعد القوية زي الـ NaOH والـ KOH. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال 32، عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S في وسط حامضي اتكون راسب، لسه قايلين حالا الكشف ده كشف المجموعة الكام؟ التانية كاتيونات اللي هو النحاس اللي هو بترسب على هيئة CUS اللي هو راسب ايه؟ اسود. يبقى الإجابة هتكون فيها نحاس، ماشي. يبقى انا كده عرفت من الشق الموجب. نيجي بقى للشق السالب، حطيت كلوريد الباريوم ده كشف المجموعه الثالثه انيونات اللي هي الكبريتات والفوسفات، طلع راسب ابيض، فعلا هيبقى مع الكبريتات BaSO4 ده راسب ايه؟ ابيض. لكن BaCl2 هيكون راسب ازاي مع CuCl2؟ Cl مع Cl ما ينفعش طبعا يعني. السؤال 33، مخلوط كتلته 4 جرام من هيدروكسيد الكالسيوم CaOH لكل اتنين وكلوريد الكالسيوم CaCl2، طالما مادتين يبقى هنعتبر الكتلة دي غير نقية، يبقى ما ينفعش اشتغل بيها. المخلوط ده لازم لمعايرتيه 100 ملي من HCl تركيزه 5/10، جايب لي حمض وتركيزه وحجمه، فإن النسبة المئوية لهيدروكسيد الكالسيوم في المخلوط كام في المية؟ ال HCl هيتفاعل مع مين؟ أكيد ده حمض هيتفاعل مع القاعدة اللي هي CaOH لكل اتنين. هل ال HCl ينفع يتفاعل مع CaCl2؟ لا طبعا، كلوريد ازاي هيتفاعل مع كلوريد؟ يبقى المعادلة اللي أنا هكتبها تكون بين ال HCl و CaOH لكل اتنين، هيدلنا CaCl2 مع H2O. نوزن المعادلة، عند 2OH محتاجين 2H عشان يبقوا 2 مية. هو عايز النسبة المئوية لهيدروكسيد الكالسيوم، وأنا طول الفيديو بقول عشان أحسب نسبة مئوية لأي حاجة لازم أجيب كتلتها، يبقى أنت اعتبر الكتلة بتاعت ده مجهول، وده جايب لي تركيزه وحجمه، يبقى العلاقة بين المادتين دول، يبقى الأر بتاعت ده تساوي الأر بتاعت ده، أر يعني عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة، يساوي عدد المولات في المسألة للمادة التانية على عدد المولات في المعادلة. وبغير البسط تبعا لمعطيات المسألة، يعني الحمض جايب لي تركيز وحجم، بشيل ال N ده وحط M في V، تبقى MA VA على NA يساوي هيدروكسيد الكالسيوم. أنا عايز أحسب الكتلة بتاعته، يبقى أشيل ال N وأحط كتلة على كتلة مولية في NB. تركيز الحمض جايبهولي 5/10، حجمه 100 ملي اللي هي 1/10 لتر على وزنه 2. الكتلة بتاعت هيدروكسيد الكالسيوم أنا عايز أعرفها، والكتلة المولية بتاعته أحسبها تطلع 74 في 1 اللي هو وزن القاعدة. كده قدرت أطلع الكتلة بتاعت هيدروكسيد الإيه؟ الكالسيوم لوحده. تطلع كام بقى؟ طرفين في وسطين، تطلع معايا 1.85 جرام. وطالما معايا كتلته أقدر أحسب النسبة المئوية بتاعته بكل سهولة، يبقى النسبة المئوية لهيدروكسيد الكالسيوم الكتلة بتاعته 1.85 أضربها في 100 وأقسمها على كتلة العينة بالكامل اللي هي 4، هتطلع معايا 46.25%. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء.
السؤال 34، عند إضافة حمض الكبريتيك المركز الساخن ده كشف المجموعة التانية أنيونات إلى الأملاح X و Y و Z، كانت النتائج كما يلي: في الملح X طلع غاز عديم اللون، وفي الملح Y تصاعدت أبخرة تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. الأبخرة ديت أكيد هي Br2، يبقى أكيد الأنيون Y ده بروميد، يبقى هتكون الإجابة يا ألف يا جيم يا دال، الواي بروميد، يبقى إلغي دي. تمام. وفي حالة الملح زد لم تظهر مشاهدات، يعني حمض الكبريتيك معرفش يتفاعل معه، يبقى دي أكيد مجموعة كام؟ تالتة. ما هو حمض الكبريتيك المركز يعرف يكشف عن الأولى والتانية، دي تانية ودي تانية، يعني يعرف يتفاعل، دي تالتة في الزد. تمام، يبقى كده أختار دي. طب تعال نتأكد تاني، حمض الكبريتيك المركز مع الكلوريد بيطلع HCl، فعلا غاز ال HCl ده عديم اللون، ومع ال Br سالب بيطلع Br2 اللي هي أبخرة برتقالية حمراء تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا، ومع الكبريتات أكيد مش هيعرف يتفاعل، كبريتات مش هيتفاعل مع كبريتات، يعني ما هو حمض الكبريتيك H2SO4 هيكشف ازاي عن ال SO4 يعني، وبعدين دي مجموعة تالتة وده كشف المجموعة الكام؟ التانية. يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال 35، ثلاث محاليل أملاح A و B و C أضيف إلى كل منهم على حدة محلول الملح X، فتكون راسب أبيض يسود بالتسخين مع الـ A، وراسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر، وراسب أصفر بيدوب في محلول النشادر. يبقى أكيد المادة X أو المحلول X اللي ضفته ده مين؟ أشهر محلول بنشتغل بيه اللي هو مين؟ نترات الفضة، اللي هي المخطط بتاع نترات الفضة، كان بيدي راسب أبيض يسود بالتسخين اللي هو Ag2SO3، يبقى بيشتغل مع أنيون الكبريتيت، وبيدي راسب أصفر يبقى يوديديا فوسفات، ما بيدوبش في محلول النشادر المركز يبقى الـ AgI، يبقى بنشتغل على أنيون اليوديد، وراسب أصفر بيدوب في محلول النشادر المركز يبقى الفوسفات Ag3BO4، يبقى بيشتغل على انيون الفوسفات. طالب مني من الاكس والاي والبي والسي، الاكس نترات الفضه، يبقى الاجابه يا الف يا دال. يلا احنا قلنا اول واحد مين؟ كبريتيت، واللي بعده فوسفات، لا اللي بعده يوديد، يبقى كبريتيت بعدين يوديد بعدين فوسفات، والمحلول اللي كنت استخدمته هو نترات الايه؟ الفضه. يبقى الاجابه الصحيحه هي دال. السؤال 36، عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى الملحين A و B كل على حدة، وأنا عارف إن ده كشف المجموعة الأولى أنيونات، طلع مع الملح A غاز عديم اللون والرائحة، ومع الملح B طلع غاز عديم اللون، يتحول عند فوهة الأنبوبة إلى البني المحمر على طول، يبقى البي ده نيتريت، لأنه بيطلع غاز NO عديم اللون، تمام؟ اللي بيتأكسد عند فوات الأنبوبة إلى NO2 اللي هو بني محمر، يبقى البي نيتريت، دي نيترات ودي نيترات، دي نيتريت ودي نيتريت، يبقى الإجابة يا جيم يا دال. طيب ال HCl مع ال A اللي بيدي غاز عديم اللون والرائحة، يبقى أكيد هو الكربونات، لأنه بيدي غاز ثاني أكسيد الكربون ده عديم اللون والرائحة. أما مع ال S هيدي H2S، هو عديم اللون بس ايه؟ بس له رائحة، رائحة كريهة، تمام؟ هو بيقول لي عديم الرائحة، يبقى اختار الايه؟ الكربونات. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 37، عند إضافة محلول كلوريد الكالسيوم اللي هو CaCl2، محلول يعني AQ، إلى محلولي الملحين X وY على البارد، تكون مع الملح X راسب أبيض، ومع الملح Y ما تكونش راسب، مين هما الاكس والواي؟ تعالوا نعمل التفاعل. يلا مع الاكس كون راسب ومع الواي ما كونش، الكالسيوم مع الكربونات هيدي ايه؟ كربونات الكالسيوم، دي راسب ولا لا؟ دي راسب، لونه ايه؟ ابيض، فعلا يبقى كون راسب هنا. طب الكالسيوم مع البي كربونات هيكون بي كربونات الكالسيوم، هل دي راسب؟ لا دي محلول، وهو قال لي ما بتكونش راسب، يبقى دي صح. يبقى الاجابه الصحيحه هي ألف، وخلي بالك قال لك على البارد، أصل بي كربونات الكالسيوم دي بالتسخين بتطلع راسب أبيض، بتحول إلى كربونات ومية وثاني أكسيد كربون. تمام، نيجي لآخر سؤال معانا النهارده،
ويبقى كده حلينا كل الأسئلة اللي جت تجريبي أول وتجريبي تاني ودور أول ودور تاني 2021 مع الأسئلة اللي جت في 2022 الدور الأول. عينة من كبريتات البوتاسيوم اللي هي K2SO4 غير نقية، كتلتها 4 جرام، يبقى ما ينفعش اشتغل بالكتلة دي. ضفت عليها كلوريد البريوم، نكتب التفاعل K2SO4 ده محلول مائي، فعلته مع محلول كلوريد البريوم هيدي لي راسب أبيض من كبريتات البريوم مع 2 KCl بوزن المعادلة يعني. تمام، معايا معادلة موزونة. قال لي الراسب اللي طلع 4.66 من 100، يبقى 4.66 من 100 جرام من الراسب اللي هو كبريتات البريوم. عايز نسبة الشوائب في العينة. احنا نعرف الأول كبريتات البوتاسيوم كام جرام، بعدين نبقى نشوف الشوائب كام جرام ونحسب نسبتها. يبقى لازم أطلع كتلة كبريتات البوتاسيوم في العينة، أقول له أنا معرفش هي كام جرام، جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية 233، احسبها. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية ب 174. طرفين في وسطين أقدر أطلع الكتلة النقية بتاعت كبريتات البوتاسيوم 3.48 جرام، وعن طريقها أقدر أحسب كتلة مين؟ الشوائب. يبقى كتلة الشوائب تساوي العينة كلها كانت كتلتها 4 جرام اللي هي دي، أطرح منها 3.48 تساوي 0.52 جرام، دي كتلة الشوائب. أقدر أطلع دلوقتي النسبة المئوية لمين؟ للشوائب. النسبة المئوية للشوائب هي كتلة الشوائب اللي هي 52 من 100 في 100 على الكتلة الكلية اللي هي كام؟ 4، تطلع معايا 13%، يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. أتمنى كده نكون عملنا مراجعة شاملة على الباب التاني وتكونوا فهمتوها. بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله.